قصة جمعت بين الغرابة والخيال لشاب كربلائي اعتقل وله من العمر 3 أعوام مع أبويه على يد أزلام النظام السابق، بينما ظل بقية أهله مغيبين في سجون الطاغية المقبور. أعدم أبواه مع خال له أنذاك ليكون مصيره مع عائلة أخرى تكفلت بتربيته حتى بلغ من العمر 40 عاما، ليأتي اليوم الذي شاء الله أن يلتقي فيه فراس ببقية أهله وعشيرته. هنا نوثق لهذه اللحظة التاريخية من عمر الزمن، هي لحظة عودة الطفل فراس النجار الذي كان طفلا يوم ذاك، عودته إلى أهله بعد 40 عاما. نشهد هنا ونسجل مشهدا يسجل للإنسان العراقي شهامته ونبله لتلك العائلة الكريمة التي آوت هذا الطفل وتبنته، ونشهد أيضا حالة من حالات التواصل الاجتماعي الإيجابي الذي أعاد هذا الإنسان إلى أهله. في الحقيقة هو تعبير من قبل المؤسسة بكل تواضع عن هذه المحبة وهذا التقدير، ثم أنه لم يكن في الحقيقة هذا الاحتفال الأول في هذا الخصوص، بل قبل تقريبا فد أسبوعين أيضا أقامت المؤسسة احتفال إلى الأخ اللي هو أخوه يعني سيد أحمد. فراس النجار الشهيد الحي لم يلتق بأقاربه وعشيرته الذين حرم منهم إلا عن طريق الصدفة، ليكون لوسائل التواصل الاجتماعي فضل عليه كي يعيش بقية عمره بين كنف عشيرته وأقاربه، غير ناس فضل العائلة التي تكفلت برعايته طيلة هذه السنوات. شعور لا يوصف وما أقدر أوصفه بثواني، فراق 40 سنة ومأساة 40 سنة وفقدان طفولة، يعني تعرف أنت ابن أخوك وأول طفل بالعائلة، وكنا بصراحة يعني عاشقي فراس، كان ولد جميل ولطيف ومحبوب وبيناتنا، وفجأة النظام السابق لعنة الله عليه يحرمنا من عنده ويخفيه 40 عام. أول ما لقيت أهلي وهذا طبعا كانت صدمة لي كبيرة، يعني رجعت لي ذكرى مال 40 سنة، يعني حياة كاملة، يعني ما أعرف شلون أعبر عنها، يعني فرحة حزن، بس بكل الأحوال أقول الحمد لله والشكر رب العالمين، يعني هي بالتالي تكون فرحة وسعادة إن شاء الله. حفل الاحتفاء بعودة الشهيد الحي الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة ومؤسسة السجناء السياسيين استذكر فيه ما عاناه أبناء العراق من إقصاء وتعذيب من قبل النظام المقبور وأزلامه، وما صدر منهم من أساليب وحشية آنذاك.